السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا في قناة كويزين رشيدة الغزواني، ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد وصفة جديدة ديال اليوم. نتمنى الفيديو ديال اليوم يلقاكم في أحسن الأحوال يا ربي. اليوم إن شاء الله غنشوفو فيديو ديال تحضير عجينة الكيش أو عجينة المملحات اللي كيجيو هشيشين، كيجيو مورقين، مكونات ديالهم بسيطة ويمكننا نحتفظو بهم مدة طويلة في الكونجيلاتور ما يوقع لهم والو. وفي هاد الشهر المبارك كنحتاجوهم بزاف، وكنحتاجوهم حتى في الأيامات العادية كنعمروهم بالمملحات. نشوفو المقادير مع بعض. كنحتاجو نص كيلو ديال الطحين الفرس، وكنحتاجو شويه ديال الملحه وشويه ديال الابزار، 225 غرام ديال المارغرين والماء. يعني هما هادو المكونات، مكونات بسيطه ولينا هو مهم في هذه الوصفه. هذه هي الطريقه ديال الخدمه ديال الكيش والعجينه، كيفاش نعجنوا الكيش باش يجيونا ناجحين ويجيونا زويونين، ما يجيوش خايبين، ما يجيوش قاصحين. نشوفوا الطريقه. كنعجنوا المارغرين مع الطحين، كنخلطوا المارغرين والطحين بيدانا غير برؤوس الاصابع. هاد العجينه كامله كتخدم غير برؤوس الاصابع، ما كندلكوهاش، ما كتحتاجش الدليكه بصفه نهائيه. كنبقاو نجمعوا العجينه والمارغرين مزيان، ما نخدموهاش بالزبده ديال العبار او الزبده الحيوانيه. كنديروا لها المارغرين باش كتجي شاده في راسها، اللي كيش كيجيو شادين في راسهم، كيجيو واقفين وكيجيو هشاش. غنزيد واحد المعلقه ديال زيت العود، وإلا ما كانش زيت العود معلقه ديال زيت المائده كيف ما كانت. وغادي نزيد الملحه والبصل، وغادي نزيد نخلط هاد المواد مزيان مع بعضياتهم مع الزبده. الزبده ما غت هاد الطحين هذا ما غيترملش، ماشي بحال لاباط بريزي، لا، هذه عجينه خاصه كنعجنوها بالماء. لاباط بريزي كنعجنوها بالزبده والزبده ديال العبار او الزبده الحيوانيه وبالصفر ديال البيض. هذه عجينه خاصه بليكيش، كنعجنوها نخلطوها بالماء. صافي غنبقاو نخدمو مزيان داك المواد بيدانا. من بعد غنبقاو نزيدو الماء بالمعلقه، معلقه بمعلقه، يعني نقدرو نوصلو حتى 15 على حسب الطحين، بين 15 و 18 ديال المعلقات د الماء. وكنخلطو غير برؤوس الاصابع، يعني هاد العجينه غيبقاو لنا فيها حبيبات ديال المارغرين، ماشي مشكل. هادوك الحبيبات هما ملي كنطلقوا العجينه كيعطيونا الطريقه، كيجيونا داك اللي كيش منفخين بحال لاباط فيتي، ولكن هما ماشي لاباط فيتي، هي عجينه ديال المملحات، كيجيو مورقين. صافي كنبقاو نخدمو فيها بصبعنا شويه بشويه حتى كتعجن، ما تكونش خفيفه، ما تكونش قاصحه، مهم يكون القوام ديالها واقف شاده في راسها، باش منين تلقوها ونكونو كنعمرو بها لي طارتوليت او لي طارت الكبارين، يعني القوالب، نكونو كنعمرو بها القوالب الكبار او الصغار، يعني العجينه تكون وقفه في يدانا، يعني نخدموا بها كيف ما بغينا. اما الا كانت خفيفه شويه في الخدمه كتجينا شويه صعيبه. صافي غنجمعوا العجينه على هذا الشكل، نلوها في السيلوفان ونحطها في الثلاجه من ساعه حتى ساعتين حتى ثلاثه السوايع. كل ما بقات في الثلاجه مده طويله كل ما مزيان، كل ما كتجي مزيانه وكتجي هشيشه ومورقه وكتجينا سهله في الخدمه. صافي دابا غادي نحطوها في الثلاجه ترتاح، وعاد من بعد نوليو نخدموها. من بعد ما ارتاحت لنا العجينه مزيان،
كنجبدوها كنقسموها على جوج. كيكون عندنا القوالب ديالنا الاشكال اللي بغينا، الشكل اللي بغينا، مدور، مربع، اوفال، اللي بغيتو، كبار صغار اللي بغيتو. المهم كنطلقوا العجينه، كنطلقوها رقيقه، ما كنخليوهاش غليظه. الا دخلينا غليظه لي طارت ديالنا غادي يجيو لنا خايبين، غايجيو لنا في المنظر ديالهم ما زوينينش. صافي كنطلق العجينه رقيقه مزيان، ونحاول نرش الطحين غير شويه، ما نديرش الطحين بزاف. انا قلت لكم هي راه شويه شاده في راسها، كتحكم في العجينه، ما كتعذبكش في الخدمه ديالها. وداك الزبده اللي كيبقاو داك الحبيبات صغيورين صغيورين ديال الزبده، ملي كنبقاو نطلقوا بالمدلك بحال هكا، كيبقاو يتورقوا لنا مع العجينه. على داكشي كيعطيونا داك الموتيف ديال لي طارت، بحال ملي كيطيبوا كيجيو مورقين هكا، منفوخين، مجعبين، بحال باط فيتي. هذاك هو السر، هو هذاك. صافي كنطلقوا العجينه ديالنا على هذا الشكل، وكنطيبوهم في الفران. كنسخنوا الفران مزيان. المهم انا غادي نعطيكم النصائح. كنسخنوا الفران مزيان 150 درجه، ومن بعد كنقصوا له 250 درجه. ومن بعد كيسخن كنقصوا له 200 درجه. المهم انا عندي هذا القالب هذا، هذا المول هذا، وخديت هذه الغلاقه ديال القرعه كبار منه. اولا الا عندكم بورت بياس كبير عليه، المهم تكون الحجم ديال الدائره ديال اللي غنقطعها، اللي غنقطعوا بها تكون اكبر من 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 المول. صافي غنبقاو نقطعوا هاد الدوائر كبار على هذا الشكل. صافي شوفوا شحال رقيقه، يعني انا قلت لكم كل ما درتوها رقيقه كل ما مزيان. صافي كنحطوا العجينه في المول، كنلبسوا المول بالعجينه، وكنضغطوا مزيان مع الجناب، كنضغطوا مزيان. صافي وكتبقى لنا داك العجينه اللي زايده كنحيدوها. صافي كنبقى على هذا الشكل حتى كنكمل هذه العجينه اللي عندي. المهم ملي كيسخن الفران كنقصوا له درجه الحراره 200 ولا 210 ديال الحراره، كنقصوها حتى كيسخن مزيان، وكندخلوهم يطيبوا من 10 حتى 15 دقيقه. اون فوا تشوفوهم تنفخوا وبدا اللون ديالهم كيتبدل من اللون ديال العجينه، اللون انهم بدات السخانه كدور فيهم كيطيبوا. صافي كنجبدوهم هكاك بيضين باقي ما طايبينش، كنخليهم حتى كيبردوا، عاد كنحيدوهم من المول. مع العلم ان الليمون ما دهنتهم ما حتى شي حاجه، يعني راه ما كيلصقوش، ما كيلصقوليش في الليمون. صافي والطيب كنثقبهم مزيان بالفرشيطه من القاع ديالهم، كنثقبهم مزيان، وكنحطهم يرتاحوا. مع عمرك هاد عجينه ديال لي كيش تصايب لي طارطوليت ديالك، تعمر لي مول ديالك، وتدخلهم يطيبوا في ساعه. ضروري كتخليهم حتى هما يرتاحوا من ساعتين ساعه. المهم كل ما بقاو يرتاحوا وعاد طيبهم كل ما مزيان، ما كيتنفخوش، ما كنديروا فيهم لا لوبيا لا عدس لا حتى حاجه، ما كنعمرهم حتى بشي حاجه. المهم الا ارتاحت العجينه مزيان وتقبت مزيان ما كيتنفخوش. صافي انا قلت لكم الطريقه والسر ديال الطياب. صافي نزيد نطلق العجينه اللي بقالي، وغندير ليمول الصغار. وانا قلت لكم كل ما ارتاحت العجينه كل ما مزيان، ما كيجيوك لي طارت كيجيوك مزيونين لي فون دو طارت. عندي هذا كبير عليه، هو اللي غنقطع به هذا البورت بيس، هو كبير لهذا المول، غنقطع به ونشكل هذا. نلبس لي مول ديالي، نلبس لهم العجينه ونثقبهم كيما الكبار كيما الاخرين، ونخليهم يرتاحوا. انا درت لكم هذا الفيديو راني ما خليتهمش يرتاحوا بزاف، يعني
وخليتهم غير واحد الربع ساعه، ولكن انا كنقول لكم الا خليتهم يرتاحوا مزيان كيجيوكم غارقين، العجين ما كيعوجوش وما كيصغاروش وما كيتكمشوش وما كيتجمعوش، كيبقاو في الشكل ديالهم، منظر ديالهم كيجي زوين وكيجيو هشاشين ولذيذين، وكتخليهم مده طويله في الكونجيلاتور ما يوقع لهم حتى شي حاجه، كتجبدهم بواحد قسمين د المكانه ولا ربع ساعه صافي، وكتعمر لي مول ديالك. صافي غنبقى حتى كنكمل، والعجينه اللي كتبقى ما كندلكوهاش ما كنجمعوهاش بيدنا وكنزيروا عليها، لا كنجمعوا داك الطريفات هكاك كنجمعوهم وكنطلقوهم بالمدلك كما هما، غير كنجمعوهم كنطلقوهم بالمدلك، حيت هاد العجينه ما خصهاش تدلك، ما خصهاش تدليك مره. انا طيبتهم، هانتوما شوفوا الشكل ديالو كي جا، ما فيهم لا لوبيا لا عدس لا حتى حاجه، وما ارتاحوش بزاف، كون كانوا ارتاحوا بزاف كانوا غيجيو احسن. هانتوما شوفوا كيجيو منفخين، كيجيو هشاشين، كتخليهم يبردو وكتجمعوهم كديرهم فشي كيس ديال بلاستيك كيس غذائي، كتحطهم في كونجيلاتور، وقت اللي بغيتهم كتجبدوهم، كيجيو على هاد الشكل. هانتوما شوفوا كي كيجيو، كيجيو زويونين وكيجيو رائعين وكيصبروا مدة طويلة. نتمنى الوصفة ديال اليوم تعجبكم وتجربوها، وانا قلت لكم الاسرار ديال النجاح ديال العجينة والنجاح ديال هاد لي طارت لي صايبنا اليوم. نتوما شوفوا ما كنخليهمش يطيبوا مزيان صافي، كنخليهم حتى كيبردوا وكنجبدهم دغيا كيديموا له وما كيلصقوا ما حتى شي حاجه. وبالصحه والراحه، ونتمنى الوصفه تعجبكم، وتابوناو معايا وديروا لي جيم وتخليوا لي تعليق، وشكرا.